طيب خليني أسأل حضرتك سؤال مهم جدا. مع تطور الموسيقى دلوقتي بقى في أحدث الآلات وأحدث في تكنولوجي عالية قوي، يعني لو هنتكلم أنا ما بفهمش أوي في الموسيقى، بس اللي أنا فاهمه إنه أكيد دلوقتي التكنولوجي بقت في حتة تانية خالص. إزاي بتقدروا إن أنتوا تواكبوا ده طول الوقت، وإن حضرتك تقدر تعلم الطلبة اللي عندك والشباب اللي عندك أو الأعضاء الفرقة إن هم يفضلوا يواكبوا التطور التكنولوجي طول الوقت؟ هو عشان احنا نقدر نواكب ده احنا لازم نكون اصلا عارفين القديم كويس ومتربيين عليه كويس، اتشبعنا بيه كفايه عشان نقدر نواكب اللي جاي. يعني لو ما كناش ده احنا في على قدر كبير من التمكن ان احنا ماسكينه كويس قوي وعارفينه كويس قوي وتربينا عليه مش هنقدر نواكب ده. طبعا يعني بنحاول ان احنا ان التطور اللي حضرتك بتقولي عليه ان احنا نواكبه ونبقى موجودين بيه. حتى لما بنيجي نقدم الموضوع بشكله الحالي بنحافظ على الفورم القديم وفي نفس الوقت بنحاول ان احنا نحط فيه اللمسة الجديدة او لمسة الزمن اللي احنا فيه دلوقتي. لو هنتكلم عن موضوع الـ AI ده اللي انتشر مؤخرا، بتشوف بيركبوا صوت مغني قديم، صوت عبد الحليم حافظ على اغنية مثلا لعمرو دياب او لتامر حسني، والعكس صحيح، وبيركبوا اصوات ومزيكا مختلفة وحاجات، بيعملوا ريمكسات جديدة وغريبة، بعضها حقيقي بيكون ناجح وبيكون لطيف وبتحس ان انت ايه ده، انت مستمتع بانه في حاجة جديدة زي كده، وبعضها بيكون فاشل جدا جدا وبتحس ان ودانك مش قادرة تسمع ده. بتشوف الـ AI ازاي في المزيكا؟ في ناس كتير تخوفت قوي من الموضوع ده وحست ان هو خطر كبير وكده. الحقيقة انا ما شفتوش كده، انا شفته شيء جديد وممكن نستفيد بيه، مش حكاية ان احنا ممكن نلعب. يعني اللي احنا سامعينه ده لعب او هزار او كده، وهياخد وقته وخلاص مش هنستمتع. يعني الناس اللي مش بتستمتع خايف يتطور اكتر من كده؟ يعني هو اكيد هيتطور اكتر من كده، اكيد هياخد شكل اقوى من كده، بس انا شايف ان احنا ممكن نستفيد بيه في غير الهزار او في غير اللعب او في غير الكلام ده كله، بس مع الوقت مش دلوقتي. ممكن نستفيد بيه ازاي؟ يعني دلوقتي مع وجود زي ما قلتي من شويه حضرتك آلات جديده، في تكنيكات جديده، في حاجات جديده. الاي اي هنا مش بس ان هو يجيب صوت المطرب او يغير او يجيب يركب صوت مطرب على مطرب، يعني الموضوع ده مش هو ده الفايده. يعني الفايده زي ما قلت لحضرتك هتيجي مع الوقت، مش هنحس بيها دلوقتي حالا. مش خايفة انه ده ممكن يخلي في يوم من الايام الـ AI يخلي الغنى الحقيقي والفرق والمغنيين الطبيعيين البشر اللي زينا يندثروا وما يبقوش موجودين ويبقى كله تكنولوجي و AI؟ ما اعتقدش ان ده ممكن يعيش. حتى لو ده حصل ونجح وحصل بشكل قوي جدا ومتطور جدا وكده، لان الطابع البشري برضو يعني البصمة البشرية ليها تقولها، ليها وزنها. يعني استمتعت جدا بالكلام مع حضرتك، وخاصة الكلام كمان عن الأستاذ العظيم الراحل بليغ حمدي. طبعا بشكرك شكرا جزيلا، وكانت فقرة ممتعة جدا. بشكر حضرتك طبعا الدكتور المايسترو مازن دراز. بشكرك شكرا شكرا جزيلا. شكرا.